أكدت عضوة مجلس النواب مها شعبان ضرورة وجود مناهج دراسية للمراحل التعليمية الجامعية وقبل الجامعية حول ريادة الأعمال لتأهيل الشباب بشكل عام وذوي الهمم بشكل خاص. وقالت مها شعبان إن هناك ضرورة لتفعيل التجارة الإلكترونية لدعم الشركات الخاصة بذوي الهمم لتيسير مجال العمل على أصحاب تلك الشركات بما يخدم الاقتصاد. المعاقين هم الابتكار عندهم والتفكير اكثر من محتاجين، حضرتك فاهمني، محتاجين صحيح. ان احنا نساعدهم نفسه اكتر، غير ان هو محتاج الحركه اكتر. طالبت ان هو يكون فيه، ده كانت توصيه اشادوا بيها جوه في الجلسه، ان لازم يكون فيه يعني في المراحل التعليم المختلفه الجامعي وما قبل الجامعي يكون فيه مناهج تدرس يعني ايه رياده اعمال، يعني ايه نطور رياده الاعمال بشكل عام بقى، ويكون فيها جزء خاص بشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصه، ان هم 13 مليون نسبه لا يستهان بها. طبعا طالبت طبعا التجاره الالكترونيه دي مهمه جدا، لان انت ممكن حضرتك، انا على ويل تشير ممكن وانا قاعده في مكاني، انت ده يبقى حلو جدا للاشخاص، مش محتاج ان هو يتنقل كتير وحركه تبقى في احنا محتاجين ندربهم في المجال ده بقى، نفتح تمام. لهم المجال صح كده، ويكون في تقدم تكنولوجي صحيح. خاص بالبرامج بتاعتهم، وان هم لان هو لو حد قاعد على كرسي متحرك زي مثلا قاعد في بيته، ممكن ان هو يسوق ويعمل شركه من صح. خلال التجاره الالكترونيه صح. وفرت على الدوله عوائق كتيره، وفرت عليه هو كمان عوائق كتيره.